قافلة البيئة داخل المخيمات الصيفية برسم هذه السنة تمر حالياً بمرحلتها الرابعة بمدينة أصيلة. هذه المبادرة التي تقوم بها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في إطار تنظيم مجموعة من الأنشطة التربوية داخل عدة مخيمات صيفية بالبلاد تتوخى تحسيس وتوعية الأطفال المصطافين حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة. قافلة تحسيسية هي قافلة اللي الآن في المرحلة الرابعة ديالها، ونحاولوا نمسوا هذا السبيل ديال الدراري الصغار، لأنهم من كتعرفوا بأن التربية هي الجوهر وهي القلب ديال الحفاظ على البيئه، وكنحاولوا باش مع هاد الاجيال الصاعده ننشئوا المحافظه على البيئه. هذا المخيم هو بدوره يعرف حاليا هذه القافله التحسيسيه والتوعويه لكي يتم تمكين اطفال الجمعيات المستفيده من هذا الجانب التوعوي والتحسيسي في مجال المحافظه على البيئه. اذا فهذا النشاط نعتبره اساسيا ومحوريا في مخيماتنا. وتتضمن حلقات التحسيس والتربية البيئية المنظمة في إطار هذه القافلة توزيع مجموعة من المدعمات التحسيسية والتواصلية وتتويج الفائزين في مسابقات الرسم والمسرح المنظمة حول البيئة بجوائز تقديرية. وستشمل المرحلة الرابعة لهذه القافلة الممتدة إلى غاية الثاني من شهر شتنبر القادم كل من طنجة وتطوان والعرائش. أما خلال المرحلة الخامسة فستزور القافلة البيئية مخيمات كل من الجديدة، أسفي والهرهورة.